السلام عليكم. في سؤال بيقول هل البيم كبروسيس بيبقى مطالب من المانجر انه يلم بكل تخصصات المشروع من معماري ومدني وميكانيكا وكهرباء وكده ايا كان تخصصه، ولا اذا كان المدير معماري مثلا اداره شغل معماري المعمول بس؟ طب لو المدير معماري واداره شغل معماري بس، يبقى كده ده مهندس معماري مش مدير. المدير ممكن ما يكونش عارف اي حاجه في التخصصات دي خالص، بس هو عارف ازاي يدير وازاي يجيب الناس الاقوياء في كل مجال، وازاي ان هو يستفاد منهم باقصى طاقه ممكنه، ازاي ان هو يتعامل معاهم بشكل كويس، ازاي ان هو ينمي روح الفريق اللي معاهم. ازيدك من الشعر بيتا، انا كنت شغال في شركه وكان البيم مانجر ما كانش بيعرف يشغل ريفت، واحنا كلنا كنا شغالين ريفت، تمام. هل هو كان وحش؟ لا. هل هو كان مقصر؟ لا. هل انا بهاجمه؟ لا. بس هو كان عارف ازاي يدير، وكان اي حد بتواجه مشكله يبعتها له يبدا ان هو يدور على حل ليها ويديها لنا على طول. البيم مانجر مش سوبر مان ولا ده، انت كده يبقى ايه ده؟ لا، هو بيبقى بيركز على الاداره، بيركز على ان تحقيق اهداف المشروع، ايه ان هو يقود الفريق ان هم يحققوا اهداف المشروع. ممكن ما يفتحش ولا لوحه معماري رغم ان هو معماري، بس هو جايب ناس معماريين متخصصين يديروا الموضوع ويرجعوا له لو في اي مشاكل. حتى مثلا ممكن مشكله تكنيكال في الانشائي، هو ما عارفش انشائي بس عارف ازاي يتصرف وازاي ان هو يفصل بينهم وازاي ان هو يقدر ياخد القرار الصحيح. فمش هو مش سوبر مان، ومش مش قاعد 10 سنين معماري وعشرة انشائي لازم يخلص الخدمة كلها. لا، هو الفكرة كلها بيبقى في ادارة الحاجة. لذلك لو انت مهندس وطلب منك ان انت تبقى مدير، حاول تدرس، مش بقولك تاخد شهادة، حاول تدرس في الادارة، حاول تدرس البي ام بي، حاول تدرس في اللين مانجمنت، تقرا، تتفرج على فيديوهات، تسمع فيديوهات وانت في الطريق. المهم في افكار في الاداره لازم تاخدها عشان ما تعملش مشاكل مع الزملاء، ممكن انت تديرهم بشكل خاطئ، تمام. انا بفرج حاليا على مسلسل مسلسل امريكي معمول للترفيه، بس فيه شويه افكار اداريه بستفاد منها بحيث اتجنب ان انا اقع في الخطا ده مع الزمايل، فممكن تحصل مشكله، ممكن تكون قاسي عليهم زياده عن اللزوم او ممكن تدلعهم. فانت لازم تكون بتعاملهم كاولادك وفي نفس الوقت بصرامه بحيث ان هم يحبوك ويطيعوا امرك، وفي نفس الوقت ما يدلعوش زيادة عن اللزوم.